للمرة الثانية على التوالي افتتح المعرض الدولي لإنتاج المشروبات والأغذية السائلة بهدف جمع مهنيي هذا القطاع الاقتصادي على مدار 5 أيام. الصالون الدولي يهدف إلى إبراز قدرات المنتمين لهذه الشعبات الاقتصادية وتبادل الخبرات والاحتكاك بينهم. المعرض الدولي لصناعة المشروبات والأغذية السائلة بيفالج هو المعرض الوحيد والأول لصناعة المشروبات والأغذية السائلة في إفريقيا والشرق الأوسط. في نسخته الثانية هو 3 أضعاف النسخة الأولى التي كانت في العام الماضي. قدرنا نجمع حوالي ما يقارب 90 مؤسسة ومنظمة تدخل في إنتاج المشروبات والأغذية السائلة عموما. رايحين نتعرفوا لي كونكورون تاعنا الكبار واللي صغار علينا بيان سور، وراه حابين نزيدوا نوسعوا في المنتوج تاعنا. نصر الله شاب جزائري صاحب مؤسسة ناشئة من ولاية سطيف، أسس منذ قرابة 6 أشهر شركة خاصة بإنتاج العصائر الموجهة للأطفال. هذا الشاب وغيره من المشاركين استحسنوا هكذا معارض كونها فرصة للترويج بمنتجاتهم ولما لا مساعدتهم لتصدير منتجاتهم. احنا شركة جديدة بدأت الإنتاج في سبتمبر، أرى لنا إنجاز كبير أننا نشاركوا في معرض كما هذا للمشروبات السائلة. من ضمن الأهداف الكبيرة اللي رانا نطلعوا لها التصدير إن شاء الله. هذا ويشهد المعرض الدولي لإنتاج المشروبات إقامة دورات تكوينية وطاولات مستديرة حول التكوين في مجال معايير الجودة، يشرف عليها دكاترة ومختصين في المجال.